أعلن رسميا على افتتاح الموسم الصيفي 2024 متمني للجميع في الساكنة والعائلات وللمصطفين والزوار والضيوف التمين لهم قضاء موسم صيفي مريح وممتع. أتمنى كل الخير لبلادنا ولهذه المدينة ولولايتنا. حماية أبنائنا وحماية هذا الوطن العزيز، نتحدث عن الأمن الوطني، نتحدث كذلك على الدرك الوطني، على الجيش الوطني الشعبي، على تلك العيون التي لا تنام، على تلك العيون التي تسهر على راحتنا وعلى معلومة. ونضم تحيات حارة لرجال الدرك الوطني على هذه الأرقام التي لا جمارك الجزائرية، نعم لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني وكيف دخلاته في الكثير من الكوارث على المستوى العالمي، ونال شهادات عالمية حيث احترف الجميع بمدى احترام معايير النجاح في هذا القطاع الذي إذن هذا القطاع كذلك قطاع حساس له كذلك مردوديته في المجتمع من خلال ما يقدمه من مجهود. موصول للسيد مدير مديرية النقل ولاية جلف رفقة إطاراته وتسخيره لمختلف كذلك الحافلات ووقوفه المتميز في سبيل إنجاح موسم الاصطياف لسنة 2024. آخر كذلك الجزائرية للمياه. أنا بغيت نفهم حاجة واحدة، هذوك الطوبيسات ما محلهم من الإعراب في هذا الاستعراض؟ ما محلهم من الإعراب؟ فهمت سطة مع حضارة الجزائر مع مساخة الوالدين كما شاهدتم متابعينا الكرام، دايرين افتتاح للبحر وعندهم كل الولايات كيديروا مراسيم وطقوس رسمية باش يديروا الافتتاح ديال البحر، والمشاهد اللي شفتوه هو استعراض أمني عسكري بمناسبة افتتاح البحر في حضارة الجزائر. نعم متابعينا الكرام، ما شاهدتموه هو شيء واقعي، في حضارة الجزائر كيديروا افتتاح البحر باستعراض عسكري. اشنو دخل الاستعراض الامني العسكري وديال الدرك وديال الشرطة وديال المخابرات وما عرفت شنو في افتتاح البحر؟ انا اللي كنعرف افتتاح البحر، بغيتو ديروا افتتاح البحر ياك، وجيبوا بعدا شي حاجة فيها النشاط، شي حاجة فيها الضحك، فيها شي حاجة فيها كرنفال، شي حاجة فيها على جيبين الدرك والشرطة والجيش والمخابرات دايرين استعراض، ودوك الطوبيسات ما محلهم من الإعراب. كان غير نحاول نفهم هاد العقلية ديال الحضارة الجزائر كيفاش عايشين، ما كتفهموش ليا، والله العظيم ما كتفهموش ليا الحالة اللي عايشين فيها. وكما قلت لكم في فيديوهات سابقة متابعينا الكرام، راه إذا كنت عايش في الجزائر ممنوع لك تمشي البحر حتى يديروا الافتتاح ويديروا هاد الاستعراض العسكري. علاش؟ لان الى مشيتي بدون افتتاح موسم البحر غادي يعتبروك حراك، باغي تحرك، باغي تهرب من حضاره الجزائر، ونسبه الحريك والهجره الغير الشرعيه في حضاره الجزائر نسبه كبيره جدا جدا، خصوصا في الاسابيع القليله الماضيه عدد كبير جدا من الجزائريين هربوا لاسبانيا طلاقا من الجزائر. هادشي علاش ممنوع على الجزائري انه يمشي البحر بدون مراسيم او بدون اعلان رسميا عن افتتاح ما يسمى بموسم الاصطياف، وكيديروا فيه استعراض عسكري وكيجيبوا الجيش وكيجيبوا الدرك وكيجيبوا الشرطه باش يراقبوا حتى حد ما يخرج. نعم عوم ولكن ما تمشيش، ما تهربش، ما تحرقش. شفتوا على حاله عايشين فيها؟ شفتوا على كارثه عايشين فيها؟ واش عمركم شفتوا شي دوله في العالم كدير افتتاح ديال البحر وكديروا باستعراض عسكري؟ عمركم شفتوا شي كارثه بحال هذه في شي بلاد؟ والمشكله ان هذه المساله كيديروها كل عام، كل سنه افتتاح للبحر واستعراض عسكري، فيه الجيش وفيه الشرطه وفيه الدرك وفيه المخابرات وفيه نقدروا نتقبلوا انهم يديروا استعراض للحمايه المدنيه، لان كيكونوا الحمايه المدنيه ولا الوقايه المدنيه معروف انهم يمكن يتدخلوا مثلا اذا كانت هناك حادثه ديال الغرق، يمكن تقبلوا الا داروا مراسيم ديال افتتاح البحر بشي كارنفال وبشي طقوس احتفالية ولا شي حاجة بحال هكا. ولكن يا مساخة الوالدين، افتتاح لموسم البحر او افتتاح البحر باستعراض عسكري، ما هادشي ما كتقبلوش العقل،
ولكن في دولة متخلفة إلى أبعد الحدود مثل حضارة الجزائر كنشوفوا هذه المشاهد، كنشوفوا هذه المشاهد الكارثية، استعراض عسكري باش يفتتحوا البحر، يعني أمور كارثية يا عباد الله، وأمور ما كتدخلش العقل، أمور غير منطقية. كاين نحاولوا نفهموا كيفاش كيفكروا هذه مساخات الوالدين، ما كتفهم لك والو. وكما قلت لكم علاش كيديروا هذا الشيء؟ باش يخوفوا الجزائريين. سير تعوم ورجع في حالاتك، ما تحركش، ممنوع تهرب، ممنوع تهرب من حضارات الجزائر، لان النسبه ديالهم ديال الهجره الغير شرعيه في حضارات الجزائر راه نسبه خطيره جدا. كلشي باغي يهرب، كلشي باغي يهرب من الحضاره، كلشي باغي يهرب من هاد الحاله الكارثيه اللي عايشين فيها. لا ماء، لا كهرباء، لا حليب، لا زيت، لا انترنت، لا كلشي مقطوع، حتى شي حاجه ما كاين. انفجارات هي متتاليه، دابا نادى الصداع بيناتهم، الحرب على الانتخابات، الحرائق، الناس كل صيف كتموت بالعشرات في حضاره الجزائر بسبب الحرائق. عم جيد حشكم منذ سنه 2020 وكيوعدهم غادي يجيب لهم الكنادر، جاب لهم الزفت الكحل، جاب لهم الريح اللي جاب لهم. وبالتالي كلشي باغي يهرب من هذا السجن المفتوح كما قال عنه عمر هلال، سجن مفتوح بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هادشي علاش كيديروا لهم افتتاح البحر باستعراض عسكري. الرساله هنا موجهه للجزائريين، اياكم ديروا كذا ولا ديروا كذا، سير عمر رجع في حالاتك، اياك تهضر ولا تقول علاش ولا تقول لماذا ولا تطالب حقك ولا تقول علاش ما كاينش الماء ولا كذا. دخلوا العسكر في كل شيء، دخلوا العسكر في الاقتصاد، دخلوا العسكر في الرياضه، دخلوا العسكر في السياسه، دخلوا العسكر في الدبلوماسيه، دابا دخلوا العسكر حتى في الامور ديال الترفيه، امور ترفيهيه، امور اللي من المفترض انها للترفيه، انك تمشي للبحر ترفه على راسك. غادي تمشي للبحر غادي تلقى استعراض عسكري، وتلقى الدارك، وتلقى المخابرات، وتلقى الرجال عبله، وتلقى الشنقريحه، وتلقى مصيبه، تابعهم في كل شيء. والشنقريحه تابعهم في كل شيء، حتى في الامور اللي هي مخصصه للترفيه. ولكن طالما على اننا شفنا على ان شنقريحه دخل راسه حتى في الرياضه وكره القدم وكره اليد وكره السله وكره زمر الكحل، ها، والامور المتعلقه بالسباحه، بطولات السباحه انسحبوا منا، بطولات ما عرفش شنو انسحبوا منا بسبب خريطه المغرب، يعني دخلوا المرض والهوس ديالهم في كل شيء. فمن الطبيعي جدا اننا نشوف مثل هذه المشاهد، افتتاح للبحر باستعراض عسكري. هادشي علاش ديما كنقول لكم بان حضيره الجزائر حطموا جميع الارقام القياسيه ديال التخلف، حطموا جميع الارقام القياسيه ديال التخلف. هادشي ولينا كنشوفوه. انتم الا شفتوا شي دوله دايره افتتاح للبحر، كدير افتتاح للبحر كل عام باستعراض عسكري، زيدوا عليها استعراض عسكري، اجيو قولوا لي انت راه غلط، راه كاين دوله فلانيه كدير هادشي. انا ما عمري شفت دوله كدير هادشي، كدير افتتاح للبحر باستعراض عسكري. الا نتوما كنتو شفتوها ولا عارفينها كتبوها لي في التعليقات، وعطوني الاراء ديالكم في التعليقات، لان هذا التخلف هذا ما عمري شفتو شي دوله اخرى. متابعينا الكرام، خليوا لي الاراء ديالكم، اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.